قدمتوا مباراة كبيرة، انتوا رجال كفيتوا ووفيتوا، نهاية دراماتيكية ما يتخيلها أي أحد، شو اللي صار؟ ارفع راسك، قسم الله قدمتوا مباراة كبيرة جدا. واحد يعجز على التعبير او الكلام، ما في شيء اقوله، كل شيء كان بين يدنا مسيطرين، لكن الحمد لله يعطيهم العافيه الجمهور ما قصروا، معوضين الخير ان شاء الله. اللعيبه ما قصروا، قدموا مباراه كبيره، لكن هذه حال كره القدم، معوضين الخير ان شاء الله. يوم طلبت من الحكم يرجع للفار، شو اللي قاله؟ واضحة هي، يعني ما لقطة واضحة يعني، لكن ضيعنا فوز كان بإمكان يعني نتيجة أفضل، لكن الحمد لله على كل حال. عافية، معوضين خير، كنتوا أبطال وأبطال جدا.